للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد. دكتور صفي الدين حامد، مرحبا بك. كيف تنظر إلى حراك الديمقراطيين لمحاكمة الرئيس الأمريكي ترامب برلمانيا؟ هو طبعا أولا شكوى لكل المشاهدين، الحزب الديمقراطي كان في الأصل يعني منقسم على نفسه في هذه النقطة بالذات، كانوا بيعتقدوا بما ان الانتخابات اصبحت يعني على الابواب في العام القادم، وطبعا المرشحين كثيرين يريدوا ان يعني يركزوا على حملاتهم الانتخابيه، لكن الحقيقه يعني كان في انقسام، بعضهم يقولوا انه هذا الرجل يستحق، يعني ترامب يستحق المحاكمه ويستحق سحب الثقه منه وهكذا، لكن بعد ما حدث يعني ما حدث قريبا عن انكشاف موضوع يعني محاوله ابتزاز رئيس اوكرانيا، يعني بطريقه الحقيقه في منتهى السفاله ان هو يعني يحاول ان يدخل دوله اخرى في صراعه مع المرشح الاكبر يعني اللي هو جو بايدن ضده، ويحاول انه يعني يخرج من الرئيس الاوكراني ان بايدن وابنه كان لهم علاقات مريبه، ويعني زي ما بيقولوا تحت المائده. فدي فضيحه طبعا كبيره وما كانتش منتظره، لكن في نظام هنا في امريكا يسمى الويسل بلور. الويسل بلور هو الشخص اللي بيكون داخل النظام، يعني داخل المنظومه الحكوميه، وفجاه يجد بعض الفساد فيخاطر بنفسه ويسرب هذه الأخبار عن الفضائح داخل النظام الحكومي. طيب. في هذه الحالة الشخص اللي هي يعني نافس استخبارة الإنذار كان احنا لا نعرف اسمه للآن، لكن هو طبعا معروف في الجهات الرسمية. رئيسة البرلمان الأمريكي نانسي بيلوسي تقول إن ترامب استخدم أموال دافعي الضرائب لابتزاز أو ابتزاز دول أخرى لصالح حملته الانتخابية. إلى مدى تتوقع أن يكون ربما هذا الاتهام إن صح فعلا يعني ممكن أن يتورط فيه الرئيس الأمريكي أو أن يتورط في جريمة جنائية؟ طبعا هو يعني لا شك أن هذا الرجل موجود، والرجل قدم التقرير وكل شيء، احنا بس لا نعرف لانه طبعا حتى الان يعني اسمه مستتر، لكن هو كان يعمل في اجهزه الامن القومي، يعني في يعني يعمل في تحت امره مستشار الامن القومي اللي بيبقى عنده يعني ممثلين عن كل الوكالات الاستخبارات والامن وخلافها. فدي طبعا ان هو بيقول انه كان بيقايض، يعني ان ترامب هذا هو الاتهام، ترامب بيقايض المعونة الأجنبية لأوكرانيا على أنه الرئيس الأوكراني يساعده في فضح جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأساسي لحزب الديمقراطي. فدي طبعا مصيبة كبيرة أنك تستعمل أموال الدولة اللي هي بتعطى المعونة الأجنبية أو المعونة الدولية اللي بتعطيها أمريكا للدول لكل دول العالم يعني او اكثرهم، بتعطيها لمحاوله تنميه العلاقات لاسباب طبعا استراتيجيه حتى يعني يكون التصويت معهم في الامم المتحده. من خلال متابعتكم دكتور صفي الدين لرده فعل الرئيس الامريكي ترامب على حمله الديمقراطيين لعزله، كيف تنظر الى رده فعله؟ يعني وانه وصف محاولات عزله من منصبه بالمطارده النتنه. للأسف الصوت متقطع فلم أسمع سؤالك بوضوح، لو ممكن تعيده لو سمحت. يعني وصف المحاولات لعزله من منصبه بالمطاردة النتنة، كيف تقرأ هذا الوصف؟ نعم دكتور صفي الدين حامد، هل تسمعني الآن؟